الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في مصر وفي الوطن العربي الكبير. حلقه جديده وسهره جديده من هاتريك على اون تايم سبورتس كالعاده. فقره اولى مليئه بالاخبار والاحداث والقصص والتحليل، وفقره ثانيه مختصه بالتحليل للي حصل لمنتخب مصر، منتخب تحت 20، منتخب تحت 17. فقره دسمه جدا كالعاده مع النجم وليد صلاح الدين اللي هينورنا ويشرفنا بعد قليل باذن الله. منتخب مصر حافظ على سجل عدم الخسارة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وهو منتخبنا الأول، عشان عندنا ثلاث منتخبات في حلقة النهاردة. التعادل مع كاب فيردي زي ما حضراتكم تابعتم 1-1 أبقى على منتخب مصري بدون خسارة، وأبقى على منتخب مصري كمان كان الحقيقة على صعيد الأداء مع الفرق اللي كانت بتضيع مننا نقط كتير ما عادش ده موجود. الحمد لله، يعني كل التحية والتقدير لكابتن حسام حسن ولكل القائمين على المنتخب المصري. لكن لازم نخش شويه في التفاصيل، وبالتالي نبدا نفتح الفايل، ينزل لك المنيو تلاقي فيه طاهر محمد طاهر، وتلاقي فيه شيكابالا، وتلاقي فيه كمان ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي، عشان عندنا في كل واحد فيهم قصه من شكل. فتعالوا نبدا مع بعض. ما لم تعرفوا او ما لم يخبرك به الاعلام تقصيرا مننا احنا، يعني الاعلام نفسه قصر في هذه القصه عن طاهر محمد طاهر الذي تالق في مباراه مصر مع كاب فيردي. وتعالوا ناخد الحكايه من الاول، علشان طاهر قال بعد المباراه لاون تايم سبورتس: بعمل السنه دي اللي بعمله السنه اللي فاتت، لكن هو التوفيق. بس في تفاصيل لما انت تعملها تكافئ عليها ولو بعد حين، وده اللي حصل. اغسطس الماضي اللعيبة في أجازة، واخدين تدريبات معينة، برنامج معين، كل واحد موجود في مكانه لاستعداد للسفر للنمسا عشان معسكر النادي الأهلي. طاهر فين؟ سالزبورغ. سالزبورغ بينضم لواحد من أقوى المراكز التدريبية على مستوى العالم، على مستوى العالم. إيه الحكاية؟ الحكاية أنه طاهر كان عارف أنه معسكر النمسا اللي كان في أغسطس الماضي قبل الماضي كان هيبدأ وينطلق مع الأهلي لفترة، وبعد كده الموسم هيتلحم بقى الماتشات ورا بعض. فقرر من تلقاء نفسه أنه أنا هسافر بدري أسبوعين عن المعسكر علشان أبدأ أدرس الموضوع وأشوف النواقص اللي كانت عندي، سجل إصابات قد يكون، نقص لياقة بدنية قد يكون، أنا هعالج كل حاجة. فكانت الصورة دي اللي كانت موجودة في سالزبورغ. وبالمناسبة في ناس حلوت على الصورة دي شوية، يعني من الجماهير وقتها، إنه طاهر وعم وإزاي والأهلي وما إلى ذلك. يعني كويس. المكان ده يا جماعة، إحنا بنتكلم بالظبط على تاريخ 20 أغسطس السنة اللي فاتت. المكان ده هو مكان APC، اختصار لأثليت بيرفورمانس سنتر، موجود في النمسا. المكان ده تم إنشاؤه في 2005، وشغال معاه مجموعة من أهم الرياضيين على مستوى العالم. كويس. الرياضيين اللي بيخشوا المكان ده بيساعدهم مجموعة ضخمة من الخبراء في مجالات مختلفة زي الطب الرياضي والعلاج الطبيعي وعلم النفس الرياضي، الميكانيكا الحيوية وغيرهم وغيرهم، وعندهم مجموعة من المعدات الضخمة جدا علشان تقدر تحط الرياضيين تحت أكبر ضغط ممكن تحسبا اللي هيشوفوه على مدار السنة أو السنتين الجايين. هيظهر معانا ماكس فيرستابين، ده راجل سائق الفورمولا 1، أصغر سائق كسب هو ده في تاريخ الفورمولا 1، وهو عنده 17 سنة وبطل العالم 3 مرات، راجل مشهور حتى للناس اللي مش متابع فورمولا 1. يعني الراجل ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الناس كانوا حاطينه في اعلى مستوى ضغط ممكن تحسبا ان انت الرياضه بتاعك قد تتعرض الى انحراف مثلا بالعربيه ناحيه الشمال شويتين ثلاثه، ممكن تتعرض لانواع معينه من الخبطات مهما كان اللي هيحصل لك. المركز بتاع APC ده بيحاول يحط لك اكبر نسبه ضغط ممكن علشان يكون موجود. طبعا طاهر هنا موضوع التستنج ده بيتعمل للرياضيين مش بس في البري سيزون لكن طول الموسم، وبيتم رعايتهم بشكل فائق. فانت بتعمل معسكر قبل المعسكر. كويس. هتقولي الموسم اللي فات ما كانش شغال يا معلم، اوكي، بس في قرار عند لعيب، في منتاليتي انه انت عارف انه بيرستا وحسين الشحات سايقين المكان ده، انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخد المكان. على نص الموسم جه قرار ان طاهر هيتجرب كمهاجم. لف بينا يا دنيا بقى، موديست، كهربا،
مين اول ومين تاني، اسامه وعلي خد المكان من الاثنين، مودست بقى تاني، بقى تالت، لا كهربا اللي بقى تالت، الدنيا باظت. فكان كولر مطالب وانا مش عارف الميركاتو رايح على فين اجرب حاجه، فجرب طاهر. فشاهد ماذا حدث؟ مباراه منتخب مصر قدام منتخب كاب فيردي، ماتش طاهر، تحركات طاهر، القرار اللي مخليه النهارده في منتخب مصر واللي مخلي كولر شادي الموضوع. انا بص على اللقطات، طاهر شغال في ماتش منتخب مصر مهاجم، اسامه فيصل بينزل لك يا معلم علشان الصوره اللي بعدها انت رايح علشان تاخد تقطع ما بين الاثنين سردباكات، انت اسرع عندك حد اكبر بدنيا، واقف على رجلك تمام من اغسطس قبل الماضي وحتى النهارده واقف على رجلك تمام. طب الاولى باظت، نجرب تاني، تحضير جاي من ناحيه الشمال، فضي المكان لمحمد حمدي، محمد حمدي اللي دخل علشان طاهر يروح، تتلعب الكوره الصوره اللي بعدها لطاهر برضو داخل علشان يقطع من قلب الاثنين، يروح طاهر يستلم الكوره تكمل لحد الاخر خالص. ده الشغل فكره بنتها على لاعب اثبت انه جاهز. الثالثه نفس القصه، حمدي مد الكوبري دخل للعمق في طاهر ما بين السردباكين، اسامه ساحب واحد ناحيه الشمال عشان يفضي، برافو اسامه فيصل، الكوره عند طاهر استلم ثم في الشباك ليعلن هدف اول للمنتخب المصري. ده الشغل، مش عايز اكتر من كده، ده الشغل يعني، ده تعريف الشغل. فكره اتبنت مؤثره، محتاجها المنتخب، محتاجها الاهلي، بدنيا واقف على رجليك، مليون برافو شابوه لمسيو طاهر، محمد طاهر ان صح التعبير، انجليزي وفرنساوي وكل حاجه جميله في الدنيا، منتاليتي، عقليه، تعليم، كل حاجه كانت موجوده عند طاهر، فاستحق انه النهارده يكون الرقم واحد في كافضل على الاقل لعيب موجود في الجولتين في الدوري المصري، والاستحقاق بالانضمام لمنتخب مصر. على الهاتف واحد من اهم نجوم التدريب في مصر، واحد من الناس اللي دايما زي ما في مراكز اعاده تاهيل في بعض اللاعبين يحتاجون الى احمد سامي دائما من اجل العوده لسلم التالق من جديد، ويحتاجون لأحمد سامي لاكتشاف قدرات خاصة فيهم، حدث ذلك مع نماذج كتيرة جدا، عبد المنعم، مصطفى فتحي، عبد القادر، والقائمة تطول وتطول. يا كابتن مساء الفل عليك وأهلا بيك معانا ومنورنا ومشرفنا. ازيك يا محمود، يا أخبارك إيه؟ الله يخليك. والله وأنت كمان الله يخليك. إيه الأخبار؟ بستمتع بيك يعني. حبيبي كله كويس؟ كله تمام. الأول منتخب مصر قدام كاب فيردي والعمل الخاص من كابتن حسام على مدار الفترة الأخيرة، كيف ترى؟ انا قلت قبل في الاختيارات اصلا من البدايه، انا قلت كلام يعني اتبسطت جدا من قرارات الكابتن حسام، لانه ده بيعمل نوع من الحاله في الدوري، ان اللعيبه بتطلع احسن ما عندها، لان ما حدش بعيد اوكي، او مش حد يعني حاجز المكان حلو ووحش في الدوري بيتاخد زي الفترات السابقه. الفترات السابقه ما كانش فيه، كانت الاماكن محجوزه، واي حد سواء بقى وحش في المعنى دي مش وحش معنى دي، بيلعب او ما بيلعبش بيجي المنتخب، وده طبعا كان امر مش كويس أوكي. بالنسبه للحاله يعني، لكن هو دلوقتي اللعيب يجتهد يعني المنتخب مفتوح. طيب حكايه ربيعه هي حكايه شبه حكايات انت عشتها كتير، يعني ربيعه اللي احنا ما شفناهوش فيه في الاول لما كان موجود معاك، اهم نقط القوه والضعف الموجوده بالنسبه للعيب في الوقت الحالي انت شايفه باي طريقه؟ والله انا ربيعه انا مراقبه من ايام ما كان في فيوتشر اوكي، كانش بيلعب كتير، فعملنا صفقه تبادليه، انا كنت محتاج سرد باك اشول لان المكان ده مش محجوز، عارف الفرق اللي بتبني الكره من تحت بتبقى عايزه كل واحد على عدلته طبعا، بالذات في السنتر باك، فانا كنت بدور على حد كان عندي حكم بس ما كانش بينفذ لي اللي انا عايزه، يعني زي ما انا عايز بالظبط. فدورت على سيرد باك مميز يكون سريع وقوي. ما كانش بيلعب، فعملت صفقه تبادليه مع فيوتشر. وكان عنده بس مشاكل في التمركزات، يعني التمركزات ما كانش، واتجاهات الجسم ما كانش كان فيها مشكله. ومناطق استلام الكوره ومناطق اللي بيبص فيها، يعني في بص في حاجات كده، الموضوع في التدريب في حاجات كده تخصصيه شويه 100% لجميع المراكز، بتبقى بشكل جماعي، انت كمدرب استراتيجيتك ايه، ان انت عايز اللاعب يستلم في مساحه ايه ويسلم في مساحه ايه، طبعا ده بيبقى بلان ايه، وبعدين بلان سي وبلان بي في تحضير الهجمه او الباص، خصوصا لما يكون في لينك مع نص الملعب. الحاجات كله بيجي بالشغل، دي برضو جمله طبعاً. مهمه، لا طبعا يعني انت عديت مشكلتين ثلاثه بس كله بيجي بالشغل،
اه بالظبط. انت كمان لازم تحدد للعيب المربعات اللي بيسلم فيها وبيستلم فيها، مربع ايه ده، مربع ده كذا، المربع ده كذا. وخصوصا ان كمان لازم ملعب التدريب، وده المفقود عندنا في بعض طبعا المدربين في مصر بيعملوها، لكن هو ملعب التدريب لازم يبقى اللي بيتدرب عليه اللعيب لازم يكون متقسم مربعات بشكل صحيح. معين، على اساس ان هو ده بتحفظ اللعيب التكتيك اللي انت عايزه في الشكل اللعب من تحت او في الثلاث خطوط. ده يعني بنسهل الموضوع للعيب، وفي نفس الوقت بيدي احسن ما عنده، وفي نفس الوقت اللعيب اللي مش فاهم بيحفظ، صحيح. واللعيب الذكي خلاص بيستوعب. فانت بتتعامل مع العقليتين، اللعيب ممكن ما يبقاش ذكي بس يعمل له البديل ان هو يحفظ. مفهوم طبعا. طيب الشغل مع سموحه في الوقت الحالي خلى ربيعه جاي من ليفل علاه ليفل تاني ثم للمنتخب المصري، وطبعا انت عارف القصص اللي زي دي دايما هتلاقي ميركاتو يناير مفتوح، ربيعه موجود، انديه شركات، اهلي وزمالك، بيراميدز، الحاجات اللي شبه كده يعني. سموحه اغلق الباب امام اي عروض جايه الموسم ده، ولا في انفتاح على موضوع المساله عرض وطلب يعني؟ والله بص، يعني كل حاجه سبق لاوانها. يعني اوكي. انا بالنسبه لي القصه كلها يعني بتبقى يعني اتصال مع الاداره ونشوف احتياجاتنا ايه ونقدر نعوض ولا لا كده. يعني الموضوع مش متاخدش ان انا باخد قرار منفرد، لا برضو الاداره للشركه معانا، لان هم برضو فكل شيء وارد. راس المال، يعني حته مفهوم. المال وان تغطي مصاريفك ونفقاتك، لكن هو في نفس الوقت هو لعيب مهم، واحنا بنتكلم في احنا معدينا جولتين بس في الدوري، صحيح صحيح. فدي حاجه كويسه ان يبقى عند اثنين من منتخب صابر وربيعه، وان شاء الله في ناس برضو يعني بوعدك يا محمود ان هتشوفهم بشكل كويس. احنا جبنا لعيب من درجه ثالثه، لعيب هيبقى برضو هيبقى كويس اسمه ايه؟ اسمه زيكا. اوكي. انا السبوره اللي ورايا دي، الشاشه دي معروضه للحاجات دي يعني، كل اسبوع شغالين عليها حاجات فنيه فقط لا غير يعني. فانت دوس واحنا معاك، طيب ماشي دوس واحنا معاك. طيب هاخد رايك في حاجات تانية سريعا. اتفضل. اولهم عبد القادر، طلعت افضل فيرجن موجود عند عبد القادر، رجع للاهلي، اختلافات في وجهات النظر، طريقه اللعب فيها سن زياده شويه في الترقيص او في المراوغه او ففضل عبد القادر ان هو يطلع تجربه في قطر، حتى الان هي ماشيه كويس. شايف عبد القادر قادر على العوده للمنتخب المصري من تاني، قادر على الرجوع للاهلي من تاني، ولا حاسس انه تغيير الاجواء كان مفيدا شويه وقت قدام شويه؟ لا، هي القصة كلها تدريب مدرب بس، لكن هي القصة ان عبد القادر من النوعية اللعيبة اللي هي مش موجودة كتير في مصر كويس. يعني، وفي نفس الوقت هو يستاهل يروح منتخب بالتأكيد طبعا. ما عندكش الشكل ده، بس على حساب مين يا كابتن؟ يعني في مرموش وتريزيجيه وابراهيم عادل، هتضحي بمين؟ هو انت في الاخر انت ايه محتاج؟ صفوف. انت منتخب مش نادي، انت محتاج صفوف. يعني ايه عندك في ثلاث اربع في المركز ثلاثة او اربعة، انت مصنفك كمدرب مين قبل مين؟ فانت عندك مرموش هو ظهر رقم واحد، ماشي، عندك تريزيجيه رقم اتنين، عندك ابراهيم عادل. ابراهيم عادل، عندك عبد القادر، هتختار مين عن مين؟ هتختار المهارة عن التكنيكال؟ ما هو انت هتختار ايه؟ انت عايز ايه مدرب؟ عايز مهارة عالية في الفرقة اكتر، ولا عايز لعيبة تكنيكال يعني لعيبه بتأدي بشكل تكتيكي بشكل معين، قوه وسرعه وبس، لكن حلول فرديه انت مش عايز، عايز سيستم جماعي. انت كمدرب انت بتختار، لكن في نفس الوقت اللي بتقول لي اللي انا عايزه انا كمدرب، عبد الله لازم يبقى موجود في هل المركز. محتاج مرونه شويه في تغيير المركز؟ يعني مثلا زيزو الناحيه الثانيه انا قعد فتره طويله ضحيه لوجود صلاح لحد ما تأقلم على مركز 8 مثلا، فلقى دخل للمنتخب المصري. في حته صغيره كده اتفضل. اقولها لك، يعني اتفضل. في لعيبه ما ينفعش تفتح على الخط، في لعيبه لازم تشتغل لجوه، اوكي، او وينج بس لجوه. فعبد القادر من النوعيه دي. ليه بقى لجوه عبد القادر؟ اولا هو مرته عاليه، فانت في الزحمه يقدر يتصرف بشكل معين، يعني التكتيك اللي انت عايزه كمدرب. طب نمره اتنين، هو لما بيقابل الجون هو فينيشر كويس ولا لا؟ هو فينيشر كويس جدا، احسن من رصاص حرب عندنا كتير. طب هو سريع ولا لا؟ لا سريع طبعا، من الناس السريعه اللي مصنفه في مصر. طب انت عندك كل المقومات في لعيب، بلس بقى ان هو احترف فتره قبل ما يرجع الاهلي، فعنده حته يعني عارف، حته التفكير الاوروبي شويه،
يستوعب بسرعه، ذكي يعني، عنده. فانت بالنسبه لعبد القادر انا يعني احنا ما بنستفادش فيه في مصر صراحه، وفي نادي الاهلي ما استفادش بيه، ودي كانت حاجه مضايقاني، لان انت بتتكلم في لعيب جاب 14 جول معايا او 15 جول حقيقي، يعني انت يعني ازاي ما تستفادش بيه وانت بمقومات الاهلي دي كلها. مع وضع في الاعتبار برضو انه يعني الضغوطات كانت شويه عليه اقل، لكن مع الاهلي كان في تنافس كبير اقوى بكتير يعني، مع افريقيا ومع كاس عالم انديه، فالمسائل مختلفه، لكن تظل مهارته موجوده طول الوقت يعني. لا مع عبد القادر هو تربيه نادي الاهلي اصلا. انا فاهم حته الضغوط اللي الناس بتتكلم عليها، ضغوط سموحه مش زي ضغوط الاهلي، لا هو عبد القادر متعود على الضغوط، هو تربيه نادي الاهلي اصلا. انت شايف المشكله عند كولر فقط لا غير يا كابتن احمد؟ يعني المساله انه كولر هو اللي موجود دلوقتي؟ طبعا. زي موسيماني، ما هو موسيماني، ما هو انت عندك موسيماني، انا يعني بعض اللعيبه اللي ما بتكلمش على كولر كمدرب، لا هي اختيارات يعني، لكن هو ككولر هو محقق كل حاجه، هو مدرب كبير. انا بتكلم على اختيارات، لان انت موسيماني انت فاكر خد بطولات كتير برضه حقيقي، لكن هو حسن خلص على حسام حسن. يعني ما خلص عليه خالص يعني في الفتره بتاعت النادي الاهلي، لكن هي بالنسبه لكل مدرب ليه مقاومته. وانت خلي بالك في مدربين ما بتحبش اللعيب المهاري، ما بتستحملوش في الملعب يعني، يوصف احيانا بالانانيه شويه، بيزودها شويه وهكذا. يوصف لك، لا هو بيتكلموا في حته واحده بس، مش الانانيه. الانانيه انت تقدر تقومه في الموضوع ده، لكن هي حته النواحي الدفاعيه. هو كل الناس بتتكلم عن النواحي الدفاعيه، برضه في ناس كتير حافظه مش فاهمه. في لعيب مبدع جدا بيديني 200% من النواحي الهجوميه، كويس، ما اقدرش اقول له ارجع 60% ادي لي الواجبات الدفاعيه، فانت بتكلف ناس معينه من النواحي التكتيكيه بتغطي جبهات بشكل معين انت كمدرب، لكن انا في الاخر عايز الميزه اللي عنده ان يخلص لي الماتش، فانت ما تشغلوش بان يرجع 70 يارده يدافع، دي برضه حاجه غريبه برضه يعني. فانت تقدر تستحمل لعيب مهاري، ما تقدرش تستحمل ثلاثه مثلا في الملعب، لان الثلاثه ما بيدافعوش، ففي المساحات معينه تقدر تخلي اللعيب يدافع فيها، يعمل الكاونتر بريسنج، بدل ما يعملوا الكاونتر بريسنج ده في 60 يارده يعملوا لي في 20 يارده ما الكره تقطع بس. مفهوم. اخيرا عبد المنعم، واحد من ابنائك اللي اشتغلت معاه لفتره في اول التجربه في فرنسا، كانت الامور غير مستقره، لكن دلوقتي نمسك الخشب، واحد من اقوى الناس الموجوده في نادي نيس، اتكلمت معاه، اتناقشت معاه، رؤيتك ليه الفتره الحاليه ايه؟ انا ما يعني كان في مكالمه على الواتساب كده بس ماشي يعني، لكن هو في الاخر قلت له اوعى تزهق. اوكي. اوعى تزهق في الفتره الاولانيه، قلت له اوعى تزهق، انت هتاخد بس على الريتم، لان الريتم بره مختلف عن الريتم بتاع الدوري المصري. الريتم عندنا ساعات في انديه كتير جدا ما عندهمش مانع يعني يشتغلوا على الريتم البطيء واللعب بالعرض كتير. قلت له بره اللعب طولي اكتر. طبعا. اللعب طولي اكتر ده يعني بنتكلم في ضرب خطوط، يعني بنتكلم في ريتم سريع عشان اضرب خط. فده لازم تبقى انت يعني ايه مركز 95,000%. ليه؟ لانك انت في كل وقت انت الخط الاخير ده بتواجهه بسرعه، يعني انت في اكشن على خطوط الظهر كتير بره، مش زي عندنا يعني بتقعد تدور اللعب كتير. صحيح. والكلام ده لا يعني، فقلت له اصبر، لكن ريتم عبد القادر يناسب الدوري برضه بره الاوروبي بجميع عبد المنعم. منعم طبعا يناسب الدوري، بس هو في الاخر يعني ايه، عرفت انت بتاخد طرقه نفسك. صحيح، التأقلم بس مش اكتر يعني، وده اللي حصل. بالظبط. انا عايز اشكرك على شغلك اولا الفتره الاخيره وما قبل الاخيره الحقيقه، يعني العمل اللي انت بتقوم بيه مع اللعيبه على 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 الصعيد الفردي الحقيقه كابتن احمد حاجه ممتازه جدا يعني، يعني لا اذكر مدرب في الدوري المصري عمل الشغل ده مع لعيبه بعينها وكل مره كانت النتائج بهذا الشكل. فانا بشكرك بصراحه لانك بتقدم خدمه كبيره للعيبه نفسها، وبتحاول مع امكانيات متوسطه انك تطلع حاجه اكبر من اللي موجود، فالحقيقه العمل يذكر فيشكر الحقيقه كابتن احمد يعني. الله يخليك يا محمود. منشن على مين في يناير؟ قول لي بس. والله لسه يعني لسه ما بشوف يعني، ما هو خلي بالك اصل انا بقعد اراقب. انا عارف. ومعايا ناس بتساعدني برضو. انا عارف طبعا، انا عارف. برضو في الاخر انا بشوف حاجات رب يعني حتى من عند ربنا، بشوف حاجات يعني انا محتاجها في لعيبه ممكن تكون مستخبيه. يعني ايه؟ ما في الاخر انت عارف لو في لعيب ظاهر لكل مصر، في ناس بتحب البراندات يعني ايه، بتحب ايه يجيب لعيب متمرس في الدوري. مين ما بيلعبش مثلا اهلي وزمالك، انت تقول لو معايا ده انا شغاله في سموحه يطلع نار من بقه. بس خلي بالك انت، لا عارف انا لو احتفظت باللعيبه دي سنتين
اللعيبه جات لي وطلعت عرب الظب على طول، يعني جات لي ومشت على طول، ما قعدتش ما قعدتش معايا سنه او ست شهور، كله مشي على طول. انت عارف لو سنتين بس، قول للعيبه اللي مشيت معايا دي لو قعدنا سنتين بس تنافس على الدوري. لو قعدوا سنتين تنافس على الدوري. طبعا. اللي فات منك على عبد القادر، عبد كبير الوادي طبعًا، على مروان، على حسام حسن، كل دول ما قعدوش معايا اكتر من ست سبع شهور. ده حقيقي. سنه بس بالكتير قوي، لكن انت لو قعدوا معايا المجموعه دي كلها في حته تانيه خالص. موافق يا كابتن، ومستنيك بقى نطلع السبوره نشتغل شويه حلوين على شغل سموحه وشغل كابتن احمد سامي، فمستنيك قريب ان شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك. الله يخليك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه، تعليقا على المنتخب المصري على عبد القادر وامور اخرى كثيره. طيب نتحول للمنتخب، منتخب روجيرو ميكالي. الفرق بيننا وبين المغرب هو فرق كبير، ملحوظ من خلال القائمه اللي هتنزل لحضرتك دلوقتي الخاصه بمنتخب المغرب عشان تتفرج على الاسماء عامله ازاي. احنا عملنا ده يوم الهوا، يوم الخساره اللي كانت ثقيله جدا الحقيقه لمنتخب 2008 قدام المغرب. لكن قائمة المغرب تحت 20 سنة، منتخب بقى اللي هو يعادل منتخب ميكالي، يعني قادر تشوف الأسماء اللي قدامك على الشاشة دي والأندية، يعني مع كل واحد محترف في واحد محلي، أو وسط كل اتنين تلاتة محترفين هتلاقي واحد محلي، يعني يانيس بن شاوش، لا يعني نزل بقى الأسماء تباعا يعني للناس اللي موجودة. فأنت بصص على الفرق دول مثلا 13 محترف، سبعة محليين، واحد فران، واحد فتح الرباطي، واحد باريس سان جيرمان، واحد بفيرن البلجيكي، أكاديمية محمد السادس اللي هي تعادل النادي بره، أندرلخت البلجيكي، اتحاد تركيا، وسط كل اثنين هتلاقي واحد محلي، تمشي مع استراسبورج، إلتشي، بولونيا وغيره 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 وغيره. بالمناسبة يا جماعة، في حاجة ليها علاقة بالثقافة بعد الشيء، مش الثقافة اللي هي قراية الكتب، لا الثقافة اللي هي ليها علاقة إنه الناس في المغرب بيسافروا على بلجيكا وعلى هولندا وعلى البرتغال وعلى إسبانيا وعلى أماكن كتير جدا. ثقافة الغربة موجودة عندهم بدرجة كبيرة جدا، المسافة قريبة بينهم وبين إسبانيا، بينهم وبين البرتغال، خدوا على إن هم يتكلموا كذا لغة، كل دي حاجات موجودة بتساعد على إنه الناس اللي بره القاعدة كبيرة جدا جدا. والجامعة الملكية المغربية استفادت من وجود كشافين، كل دولة ليها كشاف أو اتنين يلقط أهم المواهب، دي حاجة خارجة عن الإرادة. لكن في نفس الوقت أنت بتحاول تعوض ده بقيمة ميكالي، يعني معادل القوة الحقيقي. انت لو بصيت على تشكيل منتخب مصر تعرف كم واحد فيهم؟ محمد السيد، كاباكا عشان شفته مرة، تعرف كم واحد فيهم؟ لكن الرجالة دي كلهم محترفين، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، واللي بياخد دقايق في اوقات معينة، اللي بياخد دقايق لعبة في الدوري المحلي، الدنيا عاملة كده، معروفين يعني، النص معروفين يا سيدي. لكن اللي عندك اللي موجود هنا تعرف بالكاد واحد او اتنين او تلاتة. ميكايلي بيعوض بقى الفرق الموجود ده. تعالوا الاول نعدي على اللقطات عشان نبقى قادرين نفهم مع بعض هي المشكله فين. المشكله ما بين المتاسس واللي مش متاسس صح، واللي بيحاول ميكايلي انه يشتغل على التاسيس ده بعد شغل كابتن وائل رياض. الراجل تعب مع الفرقه دي، انك بتاخد من تحت الصفر، بتاخد وتشيل وترفع لغايه ما تعدي الصفر، بعدين جبت واحد تاني اكثر خبره بعض الشيء، لكنه بيحاول يزق للليفل اللي يوازي ده. فتعالوا نبص مع بعض. بدايه المباراه منتخب مصر بيحاول يحضر، وبعدين انت ما عندكش حل، فتك الطويل دقيقه خمسه. اللي بعديه بتحاول تحضر تاني، ما عندكش لاعب عمودي، فشلت الامور، ما فيش اي حاجه. في الدقيقه السابعه ايه الحل اللي موجود قدامي؟ نفس القصه تقريبا، تك الطويل بلا هدف. فبيكايلي وقف بقى في الدقيقه 29، جاب كاباجا لعيب الارتكاز، جاب السرد باك البستاني البستانجي، وجاب كمان اللعيب رقم 18 محمد السيد. بدا يتكلم معاهم، لا مش هينفع، لازم تطلع بالكوره من تحت، انت ليه خايف؟ الخوف هنا مبرر، ان اللعيبه دي خايفه الكوره تتقطع. هو بيشاور لكباك ارمي لقدام، العب لقدام، العب بالطول زي ما كان كابتن احمد سيد بيقول. فاللي بعدها على طول فتحوا الاثنين، كباكا جاي علشان يستلم، فاستلم كباكا ثم يلا بينا بقى، يلا بينا بقى على الارض، يلا بينا بقى اطلع بالكوره في الدقيقه 35 بعد الكولينج بريك ده، اطلع على الارض، اطلع على الارض، ما تخافش، اطلع على الارض هتلاقي مساحه وهتعرف تعدي. فكانت اول هجمه للمنتخب المصري حتى لو كان الفينش سيء، بس خدت خطوه، طلعت بالكوره من قدام. هنا بقى اهدى، برافو، من لمسه من رجل للرجل، برافو، حلو، ممتاز. نقف بقى هنا، نقف بقى هنا لو ممكن، نقف بقى هنا.
الكوره ضربه ركنيه لصالح منتخب المغرب الدقيقه 39 من زمن المباراه. الكورنر ده هيتلعب ويفتح بقى قوسين الفارق ما بين المتاسس واللي مش متاسس، ومش هقول اسماء عشان احنا مش بنخبط في اسماء. الفرق ما بين لعيبه بتجري في المساحه من اجل لا شيء، من اجل لا شيء خالص، والتاني اللي لما الكره بتجيله هو عارف كويس هو هيعمل ايه. نشاهد بقى هذا المسلسل مع بعض. اتفضل يا فندم. كره بالعرض اتقطعت ليه؟ واحد من لعيبه منتخب مصر بتجري فين؟ بلا هدف، بلا هدف، فبتتاخد منك اللي معاك بوش الرجل حافظ عرضيه قلشه تك تك جون 1-0. تاني تجري فين؟ بلا هدف، باصي لا بلا هدف، رمي التماس، هات الكوره تمام كمل، بتاعت رمي التماس ها ها لفين؟ ده لفين؟ ولا حاجه. ايه طيب؟ ما ولا حاجه، خد منك الفاول، هتكمل في اللي بعديه بلا هدف، مكيري تاني يا جدعان يا جدعان. دي 44. كل بقى القادم ده هتلاقيه بهذا الشكل، تجري تحرك تحرك، فردي 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 فردي، مقطوعه. لما قطع بقى، لما قطع رجاله اوروبا خلاص هو عارف كويس هو بيعمل ايه. تضيع او ما تضيعش ده موضوع تاني، بس هي النظريه ان انت بتجري وبتتحرك بدون هويه، من غير ما ترفع وشك لفوق. بالمناسبه ده خوف، ده خوف، ده مش مكيلي، ده خوف. ليه؟ لانه لما جابك وقعد يزعق واعمل واشتغل عملت، يبقى انت عندك بس خايف، بس مش متعود. قطع منك الكوره تك 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 تك، وصل للمرمى، دي ضاعت، اللي جاي هتلاقيه موجود. يعني الراجل هتلاقيه في اخر تلتايه مثلا عامل عليك شغل جبهات 3-2 اوفرلود على ناحيه لغايه ما قدر يسجل الجون التاني. نفس الموضوع، كل بقى اللي جاي قدامك ده هتلاقي الاستلامات، الباس بلا هدف، اخطاء فرديه مرعبه مرعبه. هو التاني عارف المرتده، عارف يشتغل فيها، عارف يتصرف. كل مره بيلعب على الغلطه بتاعتك في الباس زي ما انت شايف كده، رايح بالمرتده لحد ما هيجيب جون، لحد ما في مره هتلفق معاه. فكان هذا ما حدث. ادي 3-2 زي ما قلت لحضراتكم، ادي مره واحده، وهتلاقي اللي بعدها اختها، دي تم انقاذها، هتلاقي اللي بعدها اختها، نفس الثلاثة رايحين هم الدقيقة 67 نفس الموضوع، 3-2. فضل يدور الكرة لغاية ما فتح ناحية الشمال، عمل الاوفرلود هنا، نقل الناحية التانية لغاية ما فضل الباك الشمال، عرضية جون. كان بقى الناس اللي هناك راحوا عليه من البعيد اللي ناحية اليمين، فكان من الطبيعي انه العرضية جون 2-1. فده هو الموضوع، مكيدي بيحاول، اللعيبه في كواليتي موجود عندك تشتغل عليه، لكن لازم تمرس، لازم ممارسه كتير، لازم تحديات كتير. ان شاء الله نكون موجودين في كاس الامم، ان شاء الله المنتخب ده ينور واللعيبه دي تتغلب على كل الاخطاء اللي موجوده. طيب نخش بقى في الشان المحلي في الدوري اكتر، لانه الحقيقه مبادره ممتازه جدا من لجنه الحكام، مبادره ممتازه جدا. الحكام نازله مع الرجعه مع تغيير اللجنه. الحكام دي نازله فين؟ على الدوري المصري، انهي مباريات بتاع لعيبه الدوري المصري. اذا الحكام دي لازم يكون عندها الحد الادنى من معرفه لاعبي الدوري المصري وطرق اللعب في الدوري المصري عشان يبقى عنده ادراك حتى ولو للثقافه العامه. بس المهم انت نازل عارف اشكال اللعيبه، عارف طريقه اللعب، عندك ادراك للامور، زي زي المعلق اللي بيحضر للمباراه، زي المذيع اللي بيحضر للمباراه. وبالتالي تم استدعاء واحد من المحللين الشباب علشان يكون موجود مع الحكام دول لفترة من الزمن علشان يستعرض كل التشكيلات الخاصة بالفرق الموجودة في الدوري المصري. كان هذا هو صديقي العزيز ومحللنا محمود شاكر، اللي طبعا كان مشرف على هذه القصة واللي معانا على التليفون. يا محمود مساء الخير عليك، واهلا وسهلا بيك معانا في هاتريك. مساء الفل عليك يا محمودي، ومبسوط طبعا كالعادة بوجودي معاك، ويوم النهاردة كان جميل جدا، ويا رب بس يكون فيها اي استفاده لكل المنظومه ان شاء الله باذن الله. احكي لي بقى بالتفصيل، الفكره جت منين؟ استمريت قد ايه؟ بتشرح ايه بالظبط للحكام؟ احكي لي كل حاجه. طيب تمام، هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف تواصل معايا من حوالي 4 أو 5 ايام، كان بيكلمني عن الفكره ان هو عاوز يعمل محاضره
بالفيديو لكل الحكام اللي موجودين في الدوري الممتاز او منظومه الحكام كلها، بحيث ان احنا نتكلم عن طرق اللعب بتاعه الفرق. ممكن حد هنا يجي يقول لي طب ازاي هو مفيش غير ماتش او ماتشين اتلعبوا في نفس الوقت؟ طريقة اللعب هي مش شرط تكون بنفس كل مباراة نفس الطريقة، أكيد مثلا فاركو لما يلعب حرس الحدود غير لما يلعب بيراميدز غير لما يلعب الأهلي، الأمور دي بتختلف، بس في حاجة محمود اسمها النمط أو الشكل اللي بتوصل على الأقل منه لهوية الفريق ل 60 أو 70% من الشكل اللي بيتكرر. كويس. فمهم جدا اللي بيحصل ده ليه؟ هو ده السؤال المهم، اللي حصل ده ليه؟ لأن ببساطة شديدة قرارات الحكام بتتأثر بشكل كبير جدا لو الحكم بعيد عن اللعبة. فلازم الحكم يبقى عارف على الاقل طريقه اللعب. وبالمناسبه ده بيحصل في الدوري الانجليزي، ان دايما بيحصل الاجتماعات دي او بيحصل في المعسكرات ان دايما محللين اداء بيجي يتكلموا. ايه الموضوع ببساطه شديده؟ ان مثلا هديك مثال، فرقه زي فرقه النادي المصري هي اكتر فريق موجود في اول جولتين بينقل الكوره، يفضل ماسك الكوره وينقل عدد بساطات كتيره جدا، الاختراق بتاعه دايما من العمق، وبتلاقي احمد عيد بيعمل بيخش كجوه كباك جوه مثلا زي الحركه اللي كان بيعملها يورجن كلوب لما كان بيدخل ارنولد كانفيرتد باك يدخله في الملعب ويحاول يملى اكبر عدد من اللعيبه في عمق الملعب لغايه لما تتفتح الطرف ويطلع الكره على الطرف، سواء اذا كان لميدو جابر او الناحيه الثانيه الفخر بالكوز. الحكم هنا ما ينفعش يكون في وسط الملعب. نفس الكلام مثلا على فرقه زي طلائع الجيش، طلائع الجيش فرقه ما بتحضرش من تحت راسها، كل اللي بيحصل ان هم دايما في اعتمادهم ان هم بيلعبوا على الكوره العاليه لجودن شيكا اللعيب رقم 2 اللي هو الفيرويد، بالتالي الكوره الثانيه دايما بتنزل فين يا محمود؟ هتنزل في وسط الملعب، فمجرد نزولها هو نص الملعب او عند الخط هيحصل الخناقه بقى بتاعت الكوره الثانيه، اذا تمركز الحكم لازم هنا يبقى ليه حاجه معينه. فكل اللي احنا عملناه ان احنا قعدت طبعا ما بننامش اربع خمس ايام بتفرج على ال 18 فرقه اللي كانوا موجودين في الدوري، قدرت ان انا اجمع كل الاشكال النمطيه اللي بتحصل في طريقه الخروج بالكوره، نفس الكلام برضو لما بيحصل كاونترز لما بيحصل هجمات مرتده ازاي بيتلعب على اني لعيبه، واني لعيبه دايما اللي بيحصل معاه احتكاكات كتير، مين اكتر لعيب بيمسك كوره في وسط الملعب للفرقه دي او للفرقه دي، مين اللعيب اللي في بعض الاوقات لما بيفقد الكوره بيبقى عنده بعض الحاجات المتهوره اللي ممكن تؤدي لحاجات كتير. نفس الكلام برضو اتكلمنا على الكور الثابته زي ما انت شايف طبعا الكور الثابته دلوقتي مثلا نادي الزمالك والنادي الاهلي ازاي كل واحد فيهم بيعمل بلوك عشان خاطر اللعيب الكوره تتلعب في ظهره، وبيحصل احتكاكات كتيره. فرقه زي مودرن ازاي ان مودرن فيتشر كل الفاولات كل العفوا الكورنرات بتاعتها بتتلعب على العارضه القريبه ولسه جايبين هدف في المباراه الاخيره، نفس الكلام برضو من نفس الطريقه وبيحصل احتكاكات كتير. فاحنا كل اللي احنا بنحاول نوصله ان احنا بنقول للحكام او بنحاول نوصل للحكام الشكل او الهويه بتاعت الفرق بحيث التمركزات تبقى جيده جدا عشان تخلي طيب فرق. رد الفعل بقى يعني ما في اللي هو ايه احنا عاملين سيشن يا جماعه تمام روح اقعد في اخر كرسي ورا واقعد لحد ما السيشن يخلص وتمام، وفي اللي هو لا انا هسال وهقول وهكتب وهعمل اخبار السيشن ايه بقى من وجهه نظر الحكام نفسهم؟ والله انا بصراحه انا يعني انبهرت برد فعل الحكام. اول حاجه انا لقيت الناس كلها مركزه بشكل كبير جدا، ولقيت الناس وانا بتكلم وبشرح لقيتهم هم كمان بعد تاني او تالت ماتش يقولوا لي ايوه بينزل يسحب المساك عشان تتلعب الكره في ظهره، فبدا يبقى في تفاعل. خدت بالي ان الحكام عمالين يكتبوا نوت كتيره جدا. لما اجي اتكلم انا طبعا كنت بستعرض التشكيله قبل كل فيديو لكل فرقه، وبتكلم بقول دي التشكيله بتاعت اخر مباراه، والتشكيله دي يعني مش قران يعني، لا ممكن عادي تلاقي ان ده ينزل المكان ده، بس هتلاقي طريقه لكن الطريقه الشكل المتوقع اللي انت هتشوفه يعني بالظبط كده، واهم اللعيبه ومين اللعيبه اللي بتلعب عليها. يعني مثلا فرقه زي غزل المحله كل اللعب مثلا بيبقى موجود على عبد الوهاب ومحمد جابر الباك رايت، اللعب كله بيبقى مايل ناحيه الطرف اليمين في بعض التحولات دي كلها احنا بنتكلم فيها. لقيت الحكام بصراحه يعني ما زهقوش، انا قعدنا في المحاضره ثلاث ساعات يا محمودي قاعدين بنتكلم على 18 فرقه. الحمد لله الفيدباك من الناس كلها لحارس، حتى في كذا حكم يعني جه يتكلم معايا قال لي والله دي من اكتر المحاضرات اللي كانت ممتعه بالنسبه لنا في المعسكر كله، لان دي حاجه احنا ما اتقلتناش قبل كده. وبرده الكابتن ياسر عبد الرؤوف بصراحه يعني عامل شغل كبير وواضح ان هو مرتب ده مسهل وحتى كمان من قبل، ونتمنى في الاول في الاخر يا محمودي والله احنا نحاول نساعد اي حاجه تفيد المنظومه وان شاء الله بالتوفيق للجميع. يا مسهل الحال. انا بشكر كابتن ياسر عبد الرؤوف، خطوه ممتازه بصراحه، يعني اولى الخطوات الممتازه في سبيل الاصلاح والتطوير،
وبشكرك على اجتهادك جدا جدا. انا عارف مدى التعب انك تحضر شغل زي ده عامل ازاي يعني، وبشكره على اختيارك برضو لانك واحد من اشطر الناس في هذه القصه، ويا رب الجاي يكون احسن باذن الله لمنظومه التحكيم في مصر. شكرا واحد، شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب الكابتن ياسر عبد الرؤوف. طيب نخش محليا اكتر، لانه الزمالك بيلعب مباراة مع النصر الليبي، مباراة فيها فلوس كويسة حوالي 750 ألف دولار طبقا لمصادرنا في مصر وفي ليبيا، وصل إلى هذا الرقم. هل الرقم ده كويس؟ آه. ليه كويس؟ الإسماعيلي خد في الاحتفالات المئوية حاجة 500 وحاجة 150 في مباراة تانية، حاجة في قطر، حاجة يعني لفة لفة. فده الموضوع. الأهلي مليون أو مليون وي مع أهلي جدة في مباراة اعتزال تأجلت لكن شوية وتتلعب. فان الزمالك يكون بين البنين مسافه كويسه جدا. لا انت النهارده براندنج الاهلي، ولا انت نزلت لغايه الليفل اللي تحت خالص. السعر معقول جدا، يستحق ان الزمالك يخصص وقت ويسافر، بخلاف القيمه. القيمه اللي هي ايه؟ قيمه وجود واحد زي كابتن خالد حسين كمونه، واحد من اهم اللعيبه في ليبيا، من اساطير نادي النصر، من اللعيبه المهمه جدا في مهرجان اعتزال، طلب ان يكون فيه شيكابالا. نبدأ بقى الكواليس. الراجل في تحضير المباراة طلب إن شيكابالا يكون موجود، اشمعنى؟ قال لهم أنا عايز صورتي مع شيكابالا، الصورة دي مهمة بالنسبة لي. فلما جه وقت المباراة، وقت إعلان التشكيل، التشكيل كان فيه إيشو. فالراجل اتكلم مع كابتن عبد الواحد وقال لهم يا جماعة، يعني مع كامل الاحترام والتقدير، الجمهور في ليبيا يعرف شيكابالا. دي بقى اللقطة اللي عايز أقف عندها. جمهور يعرف شيكابالا، وانا عايز صورتي مع شيكابالا، وعايز المشهد يكون فيه شيكابالا، لانه اهم نجم من حيث القيمه موجود بالنسبه للجمهور الليبي وبالنسبه لي. فتم اشراك شيكابالا من بدايه المباراه. ده اللي حصل. النقطه بقى في حاجتين. اول حاجه، هل ده عيب؟ يعني واحد عمل مهرجان اعتزاله هو بتاعه هو، وعايز كابتن الفرقه الثانيه، اكتر حد بيحبه حتى لو على الصعيد الشخصي، يعني نفترض ان شيكابالا ده ما هوش نجم اصلا، بس هو كابتن خالد بيحبه، فمن فضلكم ده اليوم بتاعي، فانا عايز شيكابالا يبدا، هل ده عيب؟ الحاجه الثانيه، سامي الجابر واحد من اهم اساطير الكره العربيه كان بيعمل مهرجان اعتزاله، كويس؟ ففي الدعاوي كان عايز برشلونه، برشلونه كان عايز المباراه 2008 اظن قبل اليورو، مش هينفع. جاب مانشستر يونايتد وتم الاشتراط على يونايتد ان يجي بكافه نجومه. فالصور مع مين؟ مع كريستيانو، مع واين روني، مع نجوم مانشستر يونايتد التقيله. خد يونايتد 2 مليون دولار، شوف بقى وقتها 2008، عشان خاطر المشاهد دي، عشان ده يوم اعتزال سامي الجابر. هل كان ده عيب او حرام او في مشكله من اي نوع؟ لا. ارجع بقى للراجل نفسه مع شيكابالا ساعه النزول، وشيكابالا لما كان خارج، هو خد اللقطه اللي عايزها في اليوم ده. ده اللي حصل. فاللقطات دي بالنسبه له هو سوبر. بعيدا بقى شكلها كويس مش كويس، حالته البدنيه، حالته الفنيه، ده يوم اعتزال يعني. ماتش اعتزال. الحاجه بقى التانيه اللي صعبه جدا بصراحه. صعبه جدا جدا. اثناء المباراه وتحديدا بعد المباراه. كويس. زميلنا المراسل الليبي انيس القواس نسب إليه بوست أو تويتة انتشر كالنار في الهشيم، مفادها إن الراجل ده بيقول، يعني ماسك مايك، الصورة ممكن تنزل، ماسك مايك وبيقول يا جماعة إنه نادي الزمالك هو من طلب إنه يلعب مباراة النصر الليبي، وتم عرض اسم اللي شايفين الصورة؟ الراجل ماسك المايك وكأنه في الرسالة دي، الصورة دي هو اللي بيقول. كويس؟ أنا عايز يا جماعة الأولانية بعد إذنكم، اهو اللي فوق دي بالظبط. مراسل الوطنيه، الزمالك هو من ارسل طلبا لنادي النصر الليبي للمشاركه في مباراه اعتزال خالد حسين، كنا عايزين الاسماعيلي لكنه رفض، فلم نجد سوى الزمالك الذي طلب لعب المباراه. تنتشر زي النار في الهشيم، وتضطر ان الراجل ينزل بالصوره اللي تحت، أنيس قواس، هذا التصريح غير صحيح ومفبرك، الزمالك حل ضيفا عزيزا بدعوه وتنظيم ليبي كخيار اول لقلعه رياضيه كبيره. انت عارف يعني ايه ينسب تصريح لمراسل ليبي ماسك المايك ومقوله كلام هو ما قالوش، وينتشر ده زي النار في الهشيم؟ انت عارف ده معنى ايه؟ انت عارف معنى العالم اللي موجود على السوشيال ميديا بقى عامل ازاي؟
انه الراجل ده لو هو مش متابع سوشيال ميديا في مصر، لو عايش في الهند مش موجود اصلا، كان هيعرف الكلام ده؟ كم واحد من اللي شغالين في الاعلام ينسب اليهم تصريحات ضرب لحاجات هام ما قالوهاش، وتلاقي نازل على الديجيتال و5000 لايك و20000 لايك والكلام ده كله. انا ما اعرفش ازاي ده يتحجم، بس ده اصبح كارثه واصبح مرض سرطاني مزمن بيضرب كل الناس. انا معايا على التليفون صديقنا العزيز الاعلامي طبعا انيس قواس، نتكلم معاه عن هذه القصه. مساء الخير يا فندم ومنورنا وشرفنا على اون تايم سبورتس. طيب يرجع لنا من تاني باذن الله. مش ممكن ده لمراسل ليبي، كميه الضرب اللي بيحصل في حاجات زي دي لمدربين، للعيبه، لمديرين كوره، لاعلاميين، لمحللين، لمعلقين على كلام ما تقلش وينتشر. معانا الزميل انيس قواس للتعليق على هذا المشهد الذي كان مؤسفا الحقيقه يعني. مساء الخير يا فندم ومنورنا ومشرفنا على اون تايم سبورتس. مساء النور زميلي محمد المحمودي، شكرا جزيلا لك اكيد ولكل العاملين في قناه اون تايم الشهيره والمعروفه ولها جماهير كبيره جدا في ليبيا، وكذلك الشكر لبرنامج هاتريك. نقول لك زميلي محمد لان لديه شعبيه كبيره لما يتسم به من الحياد دائما وما يقدم من ماده دسمه ورائعه. شكرا لك، شكرا جزيلا. اولا عايز اعرف رد فعلك بعد ما شفت الصوره اللي انتشرت، لانه انتشار زي النار في الهشيم بتصريح بصوره ليك وانت ماسك المايك وبتقول كلام لم يقال، فعرفت ازاي الاول ورد فعلك العمل ازاي؟ أنا والله تفاجأت صديقي محمد بهذه بانتشار هذه الصورة اللي كانت للأسف نقول مفبركة، وكانت اليوم المباراة تواصل معي الكثير من الأصدقاء والزملاء أكيد في الإعلام المصري المحترم اللي دائما لديه المصداقية والبصمة الحقيقية، وحاولوا معرفة حقيقة هذه الصورة، ولكن ما أؤكد من خلال حضرتك وبرنامج هاتريك بأن هذه الصورة غير صحيحة وأنها مزورة بالفوتوشوب. الصورة كانت من تغطية قناة ليبيا الوطنية لنهائيات الدوري الليبي العام الماضي في إيطاليا تحديدا في مدينة روما، وهذا ما جعلني على عبر فيسبوك أكتب وأنفي الخبر مباشرة، وزاد مما زاد رقعة أكيد التواصل حتى نوضح للناس يعني هذا العمل السيء. نادي الزمالك حل في ليبيا ضيفا عزيزا وسط أنصاره وجماهيره وأحبائه كأحد القلاع الكبيرة في مصر العزيزة الغالية ذات التاريخ الكبير في كرة القدم. نادي الزمالك شرف ليبيا بنجومه السابقة وببعثته وإداريه ولاعبيه وكل من حضر إلى مدينة بنغازي، وما هي أستاذي محمد إلا مرحلة أولى إن شاء الله من التعاون الكبير، خاصة وأن ليبيا الآن تزدهر بشكل كبير جدا على صعيد البنية التحتية والملاعب، وحتكون إن شاء الله يعني كملعب بنغازي والشركات المصرية موجودة تماما. فهذه الموضوع أكبر من أنه هو يكون يعني عبارة عن استدعاء فقط، هذه أصول، وليبيا تنهض بعد فترة صعبة وتحتاج دائما لأشقائها وتحديدا للشقيقة الكبرى مصر في التعاون في مختلف المجالات أكيد. هل في مباريات أخرى قادمة بهذا الشكل؟ يعني يتم الدعوة للأندية المصرية بهذا الشكل لو عندك معلومات؟ نعم، بالنسبة لاتفاقية نادي الزمالك زي ما قلت لك يعني نادي الزمالك لديه قاعدة جماهيرية غير عادية في ليبيا، يعني في كل المدن الليبية متابعين لنادي الزمالك والكرة المصرية أكيد والنادي الآخر نادي الأهلي المصري، ولديهم أنصار بشكل كبير جدا، يعني ليس بغريب علينا لما أنت تكون حاضر وموجود وبتابع شيكابالا وغيره. فهذه هي يعني حتى الاتفاقيات اللي كانت بين نادي النصر الليبي، النادي الأهلي طرابلس، الأهلي بنغازي، الاتحاد، دائما هناك تعاون بين الأندية الليبية والمصرية على مدى التاريخ، وهذا أمر ليس بغريب أو جديد. فالاتفاقيات القادمة لدينا زي ما قلت لك ليبيا تنهض، لديها الكثير من الافتتاحات، حنكون على موعد مع افتتاح ملعب بنغازي إن شاء الله بمواصفات عالمية خلال الفترة القادمة، في حيكون أحد الأندية، وهذه المفاجأة نتركها للجمهور المصري إن شاء الله بأنه سيكون حاضر في ليبيا. لدينا اعتزال الكثير من الأسماء في العاصمة طرابلس مع عودة الملعب اللي خاضت فيه ليبيا ومصر والأندية المصرية الكثير من المباريات، ولنا دائما عودة في نادي مصري جاي تقصد؟ نعم، في نادي مصري جاي قريب؟ نعم، في نادي مصري حيكون جاي قريب، وفي نادي إن شاء الله حتى المنتخب المصري حيكون حاضر
في احتفاليه وكرنفال كبير مع المنتخب الليبي خلال الفتره الجايه. ده امتى بقى؟ تاريخ الافتتاح امتى؟ امتى يا انيس؟ نعم تاريخ الافتتاح امتى؟ ملعب بنغازي حيكون ان شاء الله مع نهايه هذا العام ان شاء الله. نهايه هذا العام هيكون في فريق مصري ويكون في منتخب مصر. شكرا، نوصل من خلالك للدعم لكل يعني محتاجين مصريين معانا، مش مثل هكذا امور اخوي محمد. صحيح. حتأثر يعني ان شعبيه الاهلي ولا شعبيه الزمالك ولا هذه اللجان اللي تعمل للاسف على انها هي تقطع تواصل الجماهير والنهضه اللي قاعده تصير. نحن نستنبط من الحضاره والنهضه المصريه الكثير، فمحتاجين دائما ان يكون على التعاون. حتى حضرتك انك انت تزورنا في ليبيا هنا ان شاء الله باذن الله وكل اسره البرنامج، ويكون هناك تواصل. ليبيا باذن الله تنهض وبحاجه زي ما قلت لك لاشقائها وتحديدا شقيقها الكبرى مصر. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا اولا وعلى كلامك الجميل في حقنا. احنا ناس اتربت على جيل ليبيا التاريخي بطارق التايب بجهاد المنتصر، حتى لو كانت الذكريات بالنسبه لنا قريبه بعض الشيء مع طارق التايب، لكن في النهايه استمتعنا بنجوم ليبيا واستمتعنا بواحد من كبار المعلقين زي حازم الكديكي اللي صوته علم في مباراه مصر وايطاليا. فانا بشكرك شكرا جزيلا وباكد لك انه العلاقات والحب والدعم دائما موجود، وشكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لك شكرا جزيلا الاعلامي انيس قواس اللي كان مهم يرد بنفسه على هذه القصه وينفى الامر تماما. موضوع محتاج حلقات ومحتاج كلام كتير ومحتاج اجتهاد وتعاون ورغبه من الكل علشان ينتهي هذا السرطان تماما، سرطان السوشيال ميديا المؤذي الى هذه الدرجه. طيب تعالوا نطلع على فاصل ونرجع من الفاصل نستقبل كابتن وليد صلاح الدين اللي هينورنا ويشرفنا ونبدا الكلام معاه في متعه كره القدم والتحليل الخاص بكل المنتخبات ونفند اوراق كتير معاه على الترابيزه، فخليكم معانا ولكن بعد الفاصل.